أكيد ألف مبروك لهذه الأخت، هذه معجزة بالفعل. يعني الحمل بتوأم ثلاثي ما شاء الله، ثلاث ذكور بوصفة واحدة، نشطت لها البويضة، يعني خرجت لها أكثر من ثلاث بويضات. هذه الوصفة هذه قوية إن شاء الله لجميع السيدات اللي مازال كينتظروا الذرية بفارغ الصبر. غادي نتقاسمها معكم لأنها فعلا وصفة سببت الحمل لهذه الأخت هذه، وكانت سبب من بعد الله ربي عوضها في الصبر ورزقها ما شاء الله بثلاث توأم ذكور. ألف مبروك لها أكيد، ويا ربي ترزق كل محرومة درية صالحة في القريب وتفرحونا جميع. بطبيعة الحال فيديو مهم إن شاء الله، حاولوا أنكم ديما تخليوا لي اللايكات ديالكم، وصلوا الفيديو الأكبر عدد من اللايكات باش توصل هاد الوصفة هذه لجميع السيدات اللي مازال كينتظروا بفارغ الصبر. تايلا ما حصلش عندهم الحمل بتوأم، ممكن أنه تلقح البويضة واحدة يعني، ويكون طفل إن شاء الله سليم معافى مثل هذه الأخت هذه. الأطفال ديالها أو الأجنة ديالها كانوا من بويضات سليمة ما شاء الله، ثلاث بويضات وأكثر خرجوا بصحة جيدة وتلقحوا وحصل الحمل بثلاث توائم. ألف مبروك لها بطبيعة الحال. الوصفة اللي كانت سبب في الحمل ديالها وصفة بسيطة، ممكن أي سيدة توكل على الله وتجربها، لأن فعلا النتيجة ديالها كبيرة بزاف، عندها بزاف ديال المنافع على السيدات اللي عندهم تأخر في الإنجاب. بطبيعة الحال أول نصيحة اللي نبغي نقدمها لكم في هذا الفيديو هذا، إذا كان عندكم تأخر الإنجاب نتيجة مشاكل في الرحم أو مشاكل نتوما ما كتعرفوهاش، ضروري تطمئنوا على الصحة ديالكم الإنجابية عند الطبيب، تمشيو للطبيب تشوفوا يعني شنو المشكل. إذا ما كانش عندكم مشكل باين واضح في السونار أو في التحاليل، حاولوا أنكم تديروا هذه الوصفات، لأنك قد بعض الأحيان يكون فقط البرد في الرحم أو ضعف التبويض هو المشكل الرئيسي وراء تأخر الإنجاب اللي ولينا كنشوفوه مؤخرا واللي ولا منتشر، اللي هو ضعف التبويض أو صغر حجم البويضات نتيجة يعني عدة عادات خاطئة. فضروري تقومي بزيارة الطبيب كأول خطوة باش تعرفي على أسباب تأخر الحمل من الناحية العلمية، وعاد إلا ما كانش هناك مشكل واضح ضروري عاد تتبعي يعني هاد الخطوات هذه ديال الوصفات. كذلك حاولي أنك تتبعي الأدوية اللي كتساعد على عملية الإنجاب، اللي كتساعد كذلك على تنشيط التبويض، اللي هي كتكون عبارة عن مكملات غذائية اللي ممكن تاخديها مع وصفات طبيعية مثل حمض الأوميغا 3 أو الأوميغا 3 أو حمض الأوميغا 3. ضروري أنك تاخديه إذا كنتي كتخططي للإنجاب، تاخدي كذلك حمض الفوليك بالإضافة إلى مجموعة من الفيتامينات، يعني كيكون واحد المكمل غذائي فيه بزاف ديال الفيتامينات اللي ديريها يعني قبل من الحمل باش تساعدي البويضة ديالك أنها تكبر وتنضج وتوصل للحجم المناسب بجودة عالية وحدث التخصيب. وبطبيعة الحال اعتمدي على هذه الوصفة هذه وإن شاء الله يكون خير. ما تنسوش كذلك أيام التبويض وحساب أيام الإباضة المناسبة للحمل، ضروري تتبعي أيام الدورة الشهرية ديالك شهر عن شهر باش تعرفي طول الدورة، باش تقدري تحسبي الأيام اللي كيكون يعني الاحتمال ديال التبويض أو الخصوبة عالية، وكتكون هاد الأيام هذه هي أنسب الأيام في الشهر لحدوث الحمل، كتكون فعالة جدا بسبب استعداد الرحم والبويضة للتلقيح يعني من طرف سائل منوي اللي كيكون بطبيعة الحال خاص تكون واحد البيئة سليمة، واحد الجو مناسب في المهبل السيدة باش كتستطع الحيوانات المنوية بدوك الإفرازات اللي كيكون طبيعية في أيام التبويض كينتقلوا بسرعة للبويضة وكيحدث التلقيح. بطبيعة الحال ضروري أنك تديري هذه الوصفة هذه اللي هي وصفة طبيعية، ضروري أنك تقومي بها، وصفة بسيطة إن شاء الله ولكن سريعة. قبل ما نعطيها لكم وصلوا الفيديو الأكبر عدد من اللايكات باش تساهموا في أنكم توصلوا هذا الفيديو لجميع السيدات المحرومات اللي مازال كينتظروا، لربما تكون هذه الوصفة هذه السبب إن شاء الله في الحمل ديالهم. الوصفة هي عبارة عن أوراق شجر البرقوق، إذن قومي بغلي المياه جيدا،
ثم ضعي أوراق شجر البرقوق، تركيها لمدة ربع ساعة على النار، شربي في الصباح قبل الإفطار. هذا الأمر هذا كيساعد على علاج بعض حالات العقم، كيساعد في زيادة وتنشيط هرمون البروجستيرون اللي هو هرمون أساسي لانغراس البويضة في جدار الرحم. كيساعد ديك البطانة ديال الرحم تكون سليمة، بطانة جيدة قابلة أنها يعني تعشش فيها البويضة من بعد التلقيح. وهذا الهرمون هذا كيقدر يكون هو سبب تأخر الإنجاب عند بعض السيدات، الانخفاض ديالو كيؤدي المشاكل في تعشيش البويضة. إذا سأكرر مكونات الوصفة، أوراق شجر البرقوق. إذا قومي بغلي الماء جيدا ثم ضعي فيها أوراق شجر البرقوق، عبارة يعني عن بضع أوراق فقط. تركي الكمية هاد الأوراق ديال الشجر ديال البرقوق، تركيهم لمدة ربع ساعة على النار، يعني واحد ربع ساعة ونار تكون مهيلة، وحاولي أنك تصفيها وتشربيها في الصباح قبل الإفطار، لأنها بالفعل كتساعد على ضبط الهرمون ديال البروجستيرون، كتساعد في زيادة وتنشيط البويضة، وكتساعد كذلك في علاج مختلف حالات العقم. الوصفة الأخرى اللي غادي ترافقها الوصفة اللي ذكرت، الحليب مع التمر والمكسرات والقليل يعني حبات من حب الرشاد. إذا التمر عنده بزاف ديال الفوائد، كيقوي لك الرحم، كيقوي لك البطانة ديال الرحم، كيساعدك باش يحصل الحمل، غني بمجموعة من الفيتامينات اللي كتساعده بشكل مباشر في زيادة الخصوبة عند المرأة وزيادة نسبة الحمل. والحليب ملي غتضيفي له فكتزاد القيمة الغذائية. كذلك حاولي أنك تخلطي خليط التمر مع الحليب عن طريق عجن التمر باش يصبح طري، وغادي توضعيه في كوب من الحليب على النار، وغادي تحاولي انك تضيفي بضع حبات من حب الرشاد، يعني راس ملعقه صغيره من حب الرشاد، ضيفيها للحليب مع التمر، وحاولي انك تضيفي بعض المكسرات اللي كيكونوا متوفرين عندك. حاولي انك تضيفي هاد المكسرات مع العسل الطبيعي، يعني حلي بالعسل الطبيعي هاد المشروب هذا، وكل يوم قبل وجبه الافطار تناولي هذا المشروب هذا، لأنه فعلا غيزيد من تنشيط التبويض، غيزيد من احتمالية حصول الحمل، وبالتالي غادي تضمني أنك نشطتي هرمون البروجستيرون، نشطتي التبويض ديالك بهذه الوصفة هذه الثانية، وإن شاء الله يكون حمل سريع بإذن الله. بطبيعة الحال الوصفة الثانية ابتداء من أول يوم لنزول الدورة إلى غاية اليوم العاشر، وغتحبسي الوصفة لأن فيها حب الرشاد فكيكون سخون على الرحم. إذن الوصفة الثانية 10 أيام، الوصفة الأولى يوميا إلى غاية اليوم 15 وتحبسيها، يعني الوصفة الأولى إلى غاية اليوم 15 من أول يوم للدورة، والوصفة الثانية من أول يوم للدورة إلى غاية اليوم 10، وإن شاء الله يتم الشفاء عند مجموعة من السيدات ويتحقق الحلم ديالهم في سرعة حدوث الحمل. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. إلى عجبكم هاد الوصفات حاولوا أنكم ديما تشجعوا لي القناة، ديروا لي واحد اللايك، وكذلك حاولوا أنكم تنشروا الفيديو، نشروا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائدة ويوصل هاد الفكرة هذه ديال هاد الوصفة هذه لجميع السيدات، لأن فعلا حصل بها حمل بتوأم ثلاثي ما شاء الله. ويا رب تكون هاد الفرحة هذه لكم تنتوما اللي كتشاهدوا القناة ديالي وهاد الفيديو هذا، يا رب ما تحرم تشي أخت من الدرية الصالحة وتفرحها بالتوأم علاش لا، وتكون الفرحة فرحتين وثلاث فرحات، يعني إن شاء الله إلا كان هناك توأم ثلاثي بإذن الله. كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي، ولا عجبكم هذا الفيديو هذا يعني حاولوا أنكم تخليوا لي المزيد من اللايكات، وكذلك حاولوا تخليوا التعليق ديالكم أسفل الفيديو باش نجاوبكم على جميع التساؤلات. كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي، إلى اللقاء.